صباحية لك الأستاذ مولود، لكل السادة المشاهدين مرحبا. شكرا لك. نبدأ من قضية تمديد هذه الحملة لأسبوع آخر، طبعا بعد الإقبال الكبير للمواطنين على التلقيح ضد فيروس كورونا ضمن هذه الحملة الكبرى للتلقيح ضد الوباء التي انطلقت في الرابع من شهر سبتمبر الحالي. وزارة الصحة البارحة أعلنت عن تمديد هذه الحملة لأسبوع آخر، طبعا لاستغلال هذا الإقبال الكبير للمواطنين لتلقيح أكبر عدد ممكن منهم. ما أهمية هذه النقطة دكتور، أن نوسع الأيام لأسبوع آخر لنصل لتلقيح أكبر عدد ممكن من الجزائريين؟ جيد، والله سؤالك مهم جدا. ما فائدة تمديد حملة التلقيح ضد كوفيد 19؟ هي مهمة جدا، لأن دعني فقط أوضح للمشاهد الكريم بعض الأمور العلمية، لأن الآن حتى الجزائري معروف بذكائه، وما الناس كانت هناك إقبال في الأسبوع الأول محتشم، يعني كان لم يكن إقبالا كما تمنينا، ولكن هناك إقبال لكن محتشم. المواطن يلاحظ، لاحظ بأن كي نزلت اللقاحات وليس له مشاكل. تمديد العملية سيساهم كذلك ب وصول الفئة الثانية اللي كانت متخوفة لعمل التلقيح، وفترة هي فترة مهمة جدا. الآن نشهد استقرار مناخي مهم جدا، يساهم أولا في إعطاء فرصة للمواطن الكريم للتلقيح، لأن نحن الآن مقبلين على فصل الخريف أو نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء حتى الربيع، تكون هناك انخفاض معتبر في درجة الحرارة، وهي الفترة التي تكثر فيها البكتيريات والفيروسات الرئوية، وقد تكون هذه العوامل فرصة لمضاعفات رئوية قد تساعد في الإصابة بكوفيد 19، وكأكيد من العالم يتخوف من الموجة الرابعة. فالتلقيحات وتمديد العملية يساهم كما ذكر في التقرير في تقوية المناعة ومواجهة أي طارئ في المستقبل. حتى اليوم الحملة التحسيسية التي ساهمت فيها وسائل الإعلام وكذلك أسلاك الأمن وغيرها من القوافل الطبية كذلك التي خصيصا للتنقل للمناطق البعيدة والنائية منها، كل هذا ساهم في زيادة الوعي عند المواطنين بأهمية التلقيح قبل أن نتحدث عن احتمالية الدخول في موجة رابعة. أكيد، والله شيء جميل جدا. والله أنا أوضح للمشاهد الكريم بعض الأمور التي ليست موجودة في دول كثيرة من العالم. الحمد لله، لأن الله نشكر وزارة الصحة والحكومة الجزائرية أعطت فرصة لوصول اللقاحات وانتشار اللقاحات على كامل التراب الوطني. انا اقول لكم بكل صراحه، تعاملت مع كثير من الدول العربيه الان، يعني حتى الوصول الى اللقاح صعب جدا، يعني يجب عليك ان تسجل وتنتظر الموعد الالكتروني الى اخره. الان في اللقاحات موجوده في كل البلديات الوطنيه، وحتى الان شفنا قوافل طبيه تتنقل للاحياء للقرى للمدن لتلقيح المواطنين. اكيد ان في اشخاص تم تلقيحهم، وهؤلاء كذلك سوف يكونون سفراء لعمليه التلقيح، هم كذلك حيشجعوا العائله تاعهم، قال انا درت اللقاح وما صار لي حتى مشكل. يعني دعونا من الاشاعات، يعني ما هو اللقاح؟ اسمح لي فقط الاستاذ مولود، ما هو اللقاح؟ اللقاح مثل الاصابه، يعني لا يختلف انك تلقح او تصاب. يعني عندما تلقح خذيت كوفيد 19 مخفف او مقتول، الجسم تاعك حتى يتعرف عليه وينتج اجسام مضاده ويكون مناعه. اصابتك قبل ايام بكوفيد 19 كذلك اكسبتك مناعه، فاللقاحات لا تختلف عن الاصابه، لا داعي للتخوف وما يشاع حاليا من خطوره اللقاح وتاثيره في المستقبل، في كلها اشاعات غير صحيحه تماما. الان كثير من دول العالم تتنافس مواطنيها، ووصلوا حتى لتلقيح 90% من مواطنيها. نحن الان امام تحدي كبير جدا. صحيح، وهذه نقطه مهمه دكتور. اليوم فيه كثير من الدول وصلت لما اكثر من 70% من شعوبها، يعني فالتخوف غير مبرر لما نشوف هذا الاقبال في الدول الاوروبيه. لو كانت حقيقه هذه الاشاعات موجوده ما شفنا هذا الاقبال في هذه الدول، بريطانيا وفرنسا وغيرها، حتى الولايات المتحده. بريطانيا مثال، استطاعت الوصول الى المناعه الجماعيه وبالتالي فتح الفضاءات العموميه، المرافق الرياضيه وغيرها. نتمنى أن نصل لهذا السيناريو قبل نهاية هذا العام، فصل الشتاء داخل، وبالتالي نتجنب كذلك الخلط بين الأنفلونزا الموسمية وكذلك فيروس كورونا وقد ما يسببه من إرباك لدى المواطنين. أكيد، والله قلت الفرصة متاحة للشعب الجزائري لحتى حتى لا قدر الله جاءت الموجه الرابعه، تكون يعني في حال دخولها واصابه المواطن بها لا قدر الله، لا تكون هناك مضاعفات خطيره جدا. كما قلت في تقريركم كما قلت قبل قليل الاستاذ مولود، بان دول كثيره الان وصلت الى تحقيق نسبه معتبره في تلقيح مواطنيها، وساهم هذا بشكل كبير جدا في عوده الحياه الطبيعيه
وهذا امر مهم جدا، اذا اللقاحات مهمه جدا وتعزز المناعه. حتى الان نشوف يعني درجه اهتمام بعض الحكومات بمواطنيها واهميه اللقاحات. الان في كثير من دول العالم كبريطانيا وبعض الدول الان مستعده وبرمجت الجرعه الثالثه لتعزيز المناعه، لان قد تكون الجرعه الثانيه نقصت مع الوقت، ولكن يمكن في الجرعه الثالثه التي حذرت منها المنظمه العالميه للصحه ليس لخطورتها، ولكن حتى تعطى فرصه لتوزع اللقاحات على باقي دول العالم. اذا على المواطن ان يستغل الفرصه. صحيح. بكل صراحه استقبلنا حالات كثيره جدا من المصابين بكوفيد 19 من فئه المسنين، لكن كانوا داروا اللقاحات ولم يصير لهم مشاكل، في حين فقدنا شباب لانهم لم يستعملوا اللقاحات في السابق. ممتاز. طبعا مثل ما أشرنا سابقا إلى أن وزارة الصحة كذلك استعانت بالصيدليات والعيادات الخاصة للأطباء لتوسيع هذه الحملة ضد فيروس كورونا. دكتور، اليوم ما أهمية كذلك نسلط الضوء على هذه الجهود، سواء عبر عدد كبير من الصيدليات التي دخلت ضمن هذه الحملة الوطنية للتلقيح، وكذلك الأطباء الخواص؟ ولكن المواطن يقول لك انا نروح عند صيدلي ولا نروح عند طبيب خاص ولا يعني الاحسن؟ انت تعرف ان الجزائر يتساءل كثير. صحيح، يعني مبادره الوصول الى اللقاح او توصيل اللقاح عند صيدلي الخواص والاطباء الخواص هو مهم جدا. اولا عنده اهميه كبرى بالنسبه للصيادله، كاين كثير من المسنين هم عندهم ثقه من الصيدلي يروح عنده يعبر لافونسيون ياخذ الضغط الدموي، وبالتالي فرصه ربما قد يشجعوا انه يثق فيه الى اخره وياخذ التلقيح. اما بالنسبه للاطباء الخواص انا اشجع الاطباء الخواص اكثر. لماذا؟ لان اكيد ان هناك بروتوكولات خاصه بالفحص قبل التلقيح واستشاره واستجواب المريض وبعد تلقي اللقاح ومتابعه التلبيه. ففي العيادات الخاصه احسن، لان الطبيب شخص مؤهل اولا لاستجواب المريض، وكذلك اغلبيه المرضى الذين يأتون الى الاطباء الخواص هم اطباء عفوا هم مرضى متعودين، وطبيب هو يدخل في الطب العائلي والطبيب المتابع، وبالتالي الطبيب راه يعرف الحاله الصحيه تاعو، اما يمنعه على تلقي اللقاح او يأجل اللقاح او يعطي التوصيات. وحتى المريض يكون مرتاح جهه الطبيب الذي تعود على المتابعة الطبية عنده، وبالتالي اليوم يزيل كل هذه الإشاعات، لأنه لحد الآن فيه مثلا كبار السن، فيه الذين يعانون من الأمراض المزمنة، ما زال يروح عند الأطباء. ربما صرات معك دكتور ويقول لك هل ضروري ناخذ التلقيح ضد الفيروس أم لا؟ أكيد هذا هو مهم جدا، لأن يعني قلت بأن الآن نستقبل سواء عن طريق الهاتف أو زيارة في العيادة، يقول لك المريض دكتور واش رايك واش تقول لي عن اللقاحات؟ أنا بكل صراحة دائما نشجعهم ونقول له ها أنا درت لك درت الفاكسان والكارت تاعي والحمد لله. يعني والشيء اللي أنا تعجبت منه، يعني والشيء اللي شفته في الميدان، قلت لك فقط مع خاصة مع الموجة الثالثة ودخلنا في الخانة الحمراء كنا استقبلنا عدد كبير جدا من المصابين. يعني يجوني كبار السن مصابين بأمراض مزمنة، لكن الاعراض كانت رائعه جدا، كانت خفيفه، لم تكن مؤثره على صحه الشخص الكبير، وشفته يعني يقول عندي 5 أيام 8 أيام بلي يعني مريض بها، نقول له الحمد لله يعني كيفاش ما صرا لك والو، يقول لي راني داير الفاكسان سواء دار الجرعه الاولى والثانيه او دار الجرعه الاولى. اذا والله بكل صراحه اقبلوا على اللقاحات فهي مهمه جدا في تعزيز المناعه، لان اللقاح ما هو اللقاح هو عباره عن مناوره نعطوها الجسم تاعك حتى يستعد للمستقبل. يعني لنال الجرعه لنال كوفيد 19 اما مقتول اما مخفف بالنسبه للقاح الصيني او الروسي، والجسم يتعرف عليه يكون اجسام مضاده، اذا هو عرف العدو مستعد للعدو، في حال عدم قدوم العدو عفوا قدوم العدو في المستقبل يكون الجسم جاهز للمقاومه. ممتاز. فيما يخص انت ذكرت الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، فيه كثير من المواطنين تلقى الجرعه مركز صحي معين، ربما يتسأل يقول لك هل ممكن ناخذ مثلا الجرعه الثانيه من عند طبيب عام يكون اقرب لي او صيدليه تكون قريبه من مكان اقامته، ام ضروري يرجع للمكان الاول اللي اخذ فيه اللقاح؟ جيد، هذا سؤال مهم جدا. اولا المريض الذي يذهب او الشخص الذي يذهب لتلقي الجرعه الاولى اكيد انه يخضع لتجربه التلبيه، ثم يعطى له بطاقه حول نوعيه اللقاح الذي تلقاه وتاريخ التلقيح ومكان التلقيح سواء الذراع الايمن او الذراع الايسر. هذه المعلومات مفيده جدا. في حاله وصول موعد او التحاق موعد الجرعه الثانيه يذهب الى اي مثلا الى الصيدلي او الى الطبيب الخاص او الى المركز الذي تلقى فيه اللقاح. في حاله انه كان موجود اللقاح من نفس النوع
اكيد سوف ياخذ الجرعه الثانيه في حال في حد ان الطبيب لا يملك نفس اللقاح، يوجه المريض قال ارجع للمركز اللي تلقيت فيه اللقاح او اذهب الى العياده المركزيه او الى المستشفى لحصولك على الجرعه الثانيه من نفس اللقاح. اقول ان الجرعات مهمه جدا، فالجرعه الاولى تقوم برفع الاجسام المضاده وتقويه المناعه بحيث تصل في اليوم الثاني في اليوم الثامن عشر الى ذروتها، ثم تاخذ منحنى مستمر تبقى تبدا تنقص تقريبا بعد الشهر، لهذا ناخذ الجرعه الثانيه في الشهر الثاني لنعزز المناعه وتكون عندك مناعه قويه وقويه جدا لمواجهه مضاعفات الاصابه في المستقبل. ممتاز. فيه كثير من المواطنين كذلك تاخروا عن الموعد الثاني لاخذ الجرعه الثانيه من فيروس كورونا، ربما تزامنت مع شهر أوت الكثير من المواطنين تنقلوا بسبب ولا تزامنت مع فصل الصيف، كثير من المواطنين تنقلوا ربما تأخروا عن أخذ الموعد الثاني لأخذ الجرعة، هل هذا لا يسبب ربما نقصا في المناعة ضد الفيروس، أمر عادي نقولهم فقط يتقربوا من الصيدليات أو من فضاءات التلقيح لأخذ الجرعة الثانية أو أخذ موعد آخر للتلقيح؟ والله سؤال مهم جدا، يعني في كثير من الاشخاص عندهم اخذ الجرعه الاولى عندهم موعد مع الجرعه الثانيه، الجرعه الثانيه تزامنت اما كان مسافر مثلا كان في مهمه كان مريض اصيب بكوفيد 19 ويتسائل يقول لك راح لي الموعد تاع اللقاح كيفاش ندير، هل هذا ياثر على تلقي اللقاح، هل يؤثر على مناعتي الى اخره. اولا نوضح للمشاهد الكريم لا مشكل ان تاخرك في المواعيد لا مشكل عليه، لانك انت اكتسبت المناعه من الجرعه الاولى يمكنك عفوا اخذ الجرعه الثانيه على مسافه تصل الى تاخر حتى 6 اشهر، يعني عادي ما كاين حتى مشكل. مثل ابنائنا، شوفوا ابنائنا مثلا عندما ياخذون اللقاحات عندهم موعد في اللقاح الثاني او الجرعه الثانيه او الرابيل، في حاله انه تاخر عادي لانه اصيب بزكام او اصيب بمشاكل صحيه تؤجل له موعد اللقاح وليس له اي مشكل، يعني يمكن انه ياخذ اللقاح في الفتره القادمه. في حاله انه فات 3 اشهر يعني ما كاين حتى مشكل، يقدر انه ما يخش الجرعه الثانيه عادي لان الجرعه الاولى تكسب الجسم مناعه جيده، فقط اذا كان تاخرتم يمكنكم تاجيل موعد اللقاح وتذهبون بعد ذلك الى مصلحه لاخذ الجرعه الثانيه ولا مشكل في التاخر. دكتور لاحظنا كذلك هذه الايام انه بعد تراجع الحصيله اليوميه لانتشار فيروس كورونا، تراجع هذه الارقام، ارقام انتشارها الى اقل من 400 حاله يوميا، بدا فيه نوع من التراخي من قبل المواطنين، بالاضافه الى انه العدد كذلك كبير من الذين تلقوا أو أخذوا الجرعتين الأولى والثانية، نشوف أنه ملامح التراخي عندهم ازدادت بصفة كبيرة، ما فيش ارتداء الكمامات، ما فيش تباعد اجتماعي، وبالتالي اليوم هنا دكتور يجب أن ننوه أنه الخطر دائم قائم والإصابة كذلك بالعدوى أو نقلها يكون دائما قائم في مثل هذه الحالات. والله سؤال رائع جدا، يعني هذه امر مهم جدا لحمايه الارواح والانفس في الفتره هذه. للاسف ما في انخفاض شيء ايجابي، ولكن التراخي هو امر خطير وخطير جدا. نوضح للساده المشاهدين امر علمي خطير وخطير جدا. اذا كنت انت اخذت الجرعه واصبت بكوفيد 19 في الموجه الثالثه وتقوم بالتراخي، يعني يمكنك ان تصاب مره ثانيه في 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 فتره قد تقل عن 15 يوم الى شهر. قد يستغرب المشاهد، نعم، لان فيه هناك سلاله اصليه، هناك سلالة دلتا وهناك سلالة بريطانية، سلالة دلتا الهندية وسلالة بريطانية موجودة، فيمكنك أن تصاب بالسلالة الأولى أو تصاب بالسلالة البريطانية وبعد أيام تصاب بالسلالة دلتا ما لا تصل لك العدوى الخاصة بها. فالإجراءات الوقائية مهمة جدا. ضف إلى ذلك الخطورة ما زالت موجودة، في انخفاض في عدد الإصابات صحيح، لكن ركزوا في الأرقام، الأرقام دائما بالنسبة للوفيات ما زالت مرتفعة، فخطورة الفيروس ما زالت موجودة، الفيروس ما زال بنفس القوة تاعو في حال اصابه بعض الاشخاص خاصه فئه الشباب او الذين يتلقوا اللقاح من اصحاب الامراض المزمنه، ما زلنا نسجل وفيات وارقام الوفيات لم تنخفض بشكل كبير جدا، لان منحنى التوازي بالنسبه لاصابه الوفيات لم يسير في نفس السياق، فيه انخفاض في الاصابات لكن انخفاض في الوفيات ما زال يخيف. حذري ثم حذري، يجب علينا ان لا نستخدم الاجراءات الوقائيه. ممتاز. اليوم مثل ما قلنا دكتور فيه تجنيد لكافة وتسخير لكافة الإمكانيات، سواء عيادات متنقلة كذلك العيادات الخواص، الأطباء الخواص كذلك الصيدليات، وكذلك تسخير كافة المرافق الصحية لتوسيع حملة التلقيح الوطنية ضد الفيروس بتجنيد كل هذه الإمكانيات دكتور،
اليوم طموح وزارة وهدف وزارة الصحة الوصول إلى تحقيق المناعة الجماعية قبل نهاية العام الحالي، مع زيادة الوعي كذلك عند المواطنين بأهمية أخذ هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قادرين حقيقة أن نوصلوا إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من الجزائريين قبل نهاية هذا العام، وبالتالي يكونوا في منأى عن موجات أخرى لا قدر الله في الأشهر المقبلة. صحيح، نعم والله نشوف الدول الجزائريه اعطت فرص كبيره جدا لوصول اللقاح لاغلبيه المواطنين، الان في تلقيح على مستوى المؤسسات التربويه بالنسبه لفرق التاطير والتعليم والمؤسسات التربويه، كذلك على مستوى الجامعات، وحتى الان فرضت الدوله اللقاح على الاجهزه التربويه وحتى بالنسبه للجامعه. اكيد ان عندما يلقح الاستاذ قد لا تكون هناك عدوى بشكل مخيف بالنسبه للتلاميذ، وهذا امر مهم جدا. فوصول اللقاحات الى كافه شرائح المجتمع مهم جدا. وللتذكير فقط الاستاذ مولود الساده المشاهدين، الان في كثير من الدول، حتى مثلا ما نذكرش الدول الكبرى، ولكن حتى الدوله اللي نحبها بزاف دوله فلسطين الان في تلقيح حتى فئه الاطفال، يعني لان المنظمه العالميه للصحه وكثير من المخابر العالميه بعدما كنا متخوفين من تلقيح الاطفال والنساء الحوامل والمرضعات، في توسيع الان لاحتمالات توسيع عمليه اللقاح بالنسبه للاطفال ما فوق 12 سنه، وكذلك النساء الحوامل والمرضعات، لان لم نسجل مشاكل صحيه، وبالتالي مثل الزكام، مثل لقاح الزكام، اشتمل للاطفال واشتمل للنساء الحوامل، فهذه فرصه. اذا يجب علينا ان نستمر في عمل التلقيح ليس لمباراه تجنب الموجه الرابعه، ولكن اذا قدر الله جت الموجه الرابعه نخرج باقل الاضرار، اي لا تكون هناك وفيات، لا يكون هناك الحاجه للاكسجين، ولا يكون هناك الحاجه للغرف الانعاش. خصوصا مع اليوم في حديث عن ظهور متحور جديد، او حتى فيه احتمال لظهور متحورات اخرى، بالتالي لا مفر من التلقيح. حتى الذي يتردد اليوم في اخذ اللقاح سيكون مضطرا لا مخير بعد اسابيع لاخذه، وبالتالي اليوم بدون ان نتحدث اليوم عن اجباريه التلقيح في عدد من الدول الاوروبيه التي اخذت هذا الامور بمحمل الجد وفرضته بشكل الزامي، اليوم نتحدث عن شكل من اشكال اجباريه التلقيح. بدنا نوصل الى اجباريه التلقيح، ولكن اليوم لا مناص من التلقيح دكتور، اليوم الفيروس ما راحش يروح يعني في غضون شهر او شهرين، وبالتالي نقولوا الناس صبروا ما تاخذوش تلقيح، وبالتالي اللي ما اخذش التلقيح اليوم راح ياخذه بعد اسبوع او اسبوعين، وبالتالي علاش ما نروحوش ناخذ التلقيح الان ونتجنب تعقيدات هذا الفيروس ونتجنب موجات اخرى. صحيح، يعني في جانب الوعي مهم جدا في الاخبار على اللقاحات، وهناك جانب اجباريه تلقي اللقاح. وذكرت نقطه مهمه للاستاذ مولود، فان الان يعني للاسف نقول للمواطنين فرصه متاحه، ونحن الان كما يقول بالدرجه نحن رانا في ساعه، لا تخلي روحك للذيق. الحمد لله اللقاحات يعني ما تاخذش منك 10 دقائق بالضبط فمباشره تاخذ اللقاح، علاش تخلي في بعض الاحيان في الاسابيع المقبله لا قدر الله يكون هناك موجه رابعه ويكون هناك ضغط على المستشفيات وعلى العيادات، وقد تكون هذه الفرصه الان، لان حتى المنظومه الصحيه الان ربما تنفست السعداء لان في تجنيد الاطباء، لكن في المستقبل قد تجند الاطباء لامور اخرى لمواجهه المرض وليس لمواجهه التلقيح، فاستغل الفرصه فهي مهمه جدا. لان حتى بالنسبه للسفر، لان انا اتساءل والله سؤال مهم جدا، الناس ربما تقول لك علاش ندير لقاح، وعلاش يقولوا علاش كي تروح للعمره كنت تروح دير الفاكسان، انا ما شكيتش بالفاكسان اللي كنت ديرها كي تروح للقاح، وعلاش ما شكيتش في الفاكسان اللي كنت تروح تسافر للخارج. ونقول لكم الناس اللي توفات لو جبداهم الان قول لهم واش تفضل، الموت اللي مات ولا اللقاح اللي تاخذه؟ إذا يعني الفرصة متاحة، يجب علينا أن نثق في الله ونثق في الأطباء، وربي هو اللي فرج إن شاء الله على الأمة الجزائرية والأمة العربية والدول بصفة عامة حتى تعود الحياة. وكما نقول اشتقنا للسفر، اشتقنا للتنقل بالحياة، اشتقنا للحياة الطبيعية. صحيح. اليوم تحدث دكتور عن فيما يخص النساء الحوامل ما بعد الحمل، وقتاش ممكن انه تاخذ التلقيح؟ لانه نقطه مهمه وضروريه، ربما بعض السيدات يتسالنا حول هذا الموضوع، تقول لك انا كنت حامل وبالتالي بعد فتره الحمل، متى ممكن او الاحسن صحيا انه تاخذ هذا التلقيح ضد الفيروس؟ جيد، اولا سؤال مهم جدا بالنسبه لعمل التلقيح بالنسبه للنساء الحوامل. كان في البدايه ما عندناش توصيات من المنظمه العالميه للصحه، لان اللقاحات لم تجرب على الاطفال، لم تجرب على النساء الحوامل في المراحل السريريه، لكن الان
في منظمه العالميه للصحه وكثير من المخابر العالميه والهيئات الخاصه بالعلم الاوبئه قد شجعت على وصول اللقاح للنساء الحوامل والاطفال. الان قلت في تلقيح بالنسبه للاطفال فوق 12 سنه وحتى النساء الحوامل وحتى المرضعات. اذا بعد الحمل يعني بعد عفوا بعد الولاده يمكن للمراه بعد كان شافت بان الحاله الصحيه اظن بان في الغالب بعد 3 أشهر من الحمل يمكن اخذ اللقاح بشكل عادي يعني ومهم جدا وممكن جدا لما بعد ما نصل الى تلقيح النسبه المطلوبه 60 70% من الفئه المعنيه بالتلقيح قد نصل او ندخل في المرحله الثانيه وهي تلقيح الاطفال فوق 12 سنه وتلقيح النساء الحوامل والمرضعات اظن سوف تكون في الاشهر المقبله بحول الله. بحول الله. فيما يخص اليوم دكتور انت اثرت قضيه اليوم انه البعض يكون متردد باش ياخذ التلقيح ضد الفيروس ولكن لما يبرمج انه يسافر مثلا للخارج يعني عادي يتقبل الامر وياخذ التلقيح بصدر رحب كما نقولوا. وبالتالي هنا قضيه فقط قضيه قناعات وبالتالي وحتميه اخذ هذا اللقاح ضروري ضروري جدا. في نقطة أخرى كذلك اليوم فيه بعض الدول الأوروبية حتى منظمة الصحة العالمية دعتها إلى عدم الأخذ بقضية اللقاحات بجانب سياسي لأنه فيه دول أوروبية اليوم مثلا تفضل اللقاحات على لقاحات أخرى تعتبر أنه مثلا المواطنين الذين أخذوا لقاح معين هو لا يتماشى مع توصياتهم. بالتالي اليوم شوف أنه فيه نوع من التسييس لقضية التلقيح ضد الفيروس. والله سؤال مهم جدا يعني نوضح للساده المشاهدين منذ ظهور اللقاحات الاولى كانت ربما في بدايه الجائحه تقريبا بعد اشهر ظهرت كان هناك اكثر من 100 نوع من اللقاحات في المخابر العالميه وقد تم اعتماد 11 نوع من اللقاحات. ونذكر الساده المشاهدين بان اللقاحات او انتاج اللقاحات هي معركه بدون دخان، هي معركه الشركات المنتجه. للاسف الان مثلا فيه تنافس لان هذا هو للاسف دائما يدخل جانب التجاري الجانب السياسي في هذا السياق، ومن يكون ضحيها هو المواطن الذي لا يصدق بعض المعلومات، لان اكيد انني كما يقول المثل بالدرجه الثانيه يقول لك منفور يقول طيار، وبالتالي هناك الان بعض الشركات تحاول ان تزرع البلبله للقاح معين حتى يتم شراء لقاحها هذه من جهه. المهمه النقطه الثانيه وهي ان بعض الدول اصبحت تشكك في انها لا تقبل زياره بعض المواطنين اللي تلقوا لقاح معين، وهذا الامر غير صحيح. اكيد ان المنظمه العالميه للصحه سوف تتدخل في هذا الجانب، والحمد لله الان مثلا حتى المواطنين الان اصبحوا يسافرون الى اوروبا بدون اي مشكل وفي كثير من دول العالم بتلقيهم اللقاحات الموجوده في الجزائر في اغلبيتها معتمده من طرف كثير من الدول. فهي امور عاديه فقط الحذاري لا تقع فخ المعلومات الموجوده في الانترنت في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض ما يروج، فلم نسجل اي رفض لمواطنينا اللي توجهوا كثير من دول العالم سواء شفنا حتى بفرق رياضيه بالنسبه للمواطنين اللي سافروا للعلاج الامور عاديه جدا. وحتى كل اللقاحات المتوفره في الجزائر هي معتمده من طرف منظمه الصحه العالميه. نختم اليوم دكتور انت تعرف اليوم كل القطاعات دخلت في غمار هذه الحمله الوطنيه الكبرى للتلقيح ضد الفيروس. كذلك ضروري انه ناكد على اهميه كذلك انه كافة القطاعات المهنية تدخل وتبادر من جانبها حتى القطاعات ربما الخاصة سواء مصانع مؤسسات خاصة وغيرها أنه تبرمج مثل هذه الحملات على مستواها يعني نوسعوا الحملة بشكل منفرد ولكن يكون متفرع ويكون موسع وبالتالي نساهم كل على مستواه في إنجاح هذه الحملة وبلوغ المناعة الجماعية في على الأقل مع نهاية العام الحالي. صحيح والله سؤال مهم جدا. أقول لك فقط العالم مبني على الاقتصاد مبني على المصلحه. اكيد ان اي شركه خاصه حتى نوضح للمشاهد الكريم اكيد انها ما تحبش انها العمال تاعها يمرضوا، ما تحبش ان العامل ياخذ عطله مرضيه، وبالتالي هذه فرصه ربما الان ربما في المستقبل ربما الجزائر ربما بعد ما وسعنا عمل التلقيح للاحياء للقرى كذلك للمؤسسات التربويه وللجامعه، لما لا ربما المؤسسات الاقتصاديه الكبرى المصانع الكبرى تكون تبرمج سواء زيارات يعني يكون هناك فرق تربيه تنقل الى المؤسسه وتقوم بتلقيح عمالها، فهذا امر مهم جدا. وحتى الان ما لان فرض او اجباريه التلقيح هو مهم جدا سواء للمؤسسه الخاصه الكبرى او للدول، لان الشركه مش مستعده باش تخسر عمالها، وبالتالي سوف تجبر العامل على تلقي اللقاح حتى ما يمرضش وما يتاخرش وما يخش عطله مرضيه. حتى الدول عندما فرضت اللقاحات
على الوافدين حتى ما تصرفش عليه اموال، لان يعني كي تقول لها راح يقول لها المرض، وبالتالي يسبب لها خسائر ماديه ويقول لها ويسبب لها خسائر بشريه، وكذلك راح يعالج عندها والى اخره. وبالتالي فرض اللقاحات هو امر موجود في كثير من دول العالم قبل الجائحه في بالنسبه لمرض الملاريا وكثير من الامراض وجميل أن نختم دكتور بشعار وزارة الصحة مع هذا الأسبوع، أسبوع التلقيح ضد فيروس كورونا طبعا الذي مددته وزارة الصحة لأسبوع آخر، بالتلقيح تستمر الحياة، يعني لا مناص من العودة لحياتنا الطبيعية دون التلقيح والتلقيح بشكل جماعي لبلوغ المناعة الجماعية، وبالتالي نستعيد حياتنا اللي تعودنا عليها وكافة القطاعات التجارية والاقتصادية. أشكرك. أكيد. تفضل كلمة أخيرة. نعم، وبالتلقيح ممكن تعود الحياة العائلية كما كانت في السابق، لأن إذا كانت كل عائلة متلقحة أكيد سوف تعود الزيارة بحول الله. شكرا لك. بحول الله. جزيل الشكر لك دكتور محمد كواش طبيب عام مختص الصحة العمومية، جزيل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات.